السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا حبايب مطبخ زينب، ورجعنا لكم في فيديو جديد. والنهاردة هنعمل مع بعض التشيز كيك بالشوكولاتة. ممكن تكون طريقتي مختلفة عن اي فيديو تاني ممكن تكونوا شفتوه، بس دي الطريقة اللي انا عملتها وعجبتني وعجبت ولادي جدا، وحبيت ما بخلش عليكم بيها. ياريت انتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك والشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا مع بعض نسمي الله ونبدأ. مبدئيا هنا انا عندي حوالي باكوين ونص من البسكوت، اللي هو الباكو حوالي 80 جرام. انا عايزة اعمل ما يعادل كوبايتين ونص مطحون. هنبدأ مع بعض خطوة خطوة، والمكونات انا هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف عشان ما تضطروش تعيدوا الفيديو من اول. يلا بينا مع بعض كده. بسم الله. اي نوع بسكوت انتوا بتحبوه هنطحنه كده مع بعض في الكبة. حبايبي انا هنا كده طحنت البسكوت بتاعي اهو، خليته بودر خالص. هنزل عليه بحوالي من 7 لـ8 معالق زبدة على حسب الحاجة اللي تخليهولي رملي ويشكل في ايديا شكل اول ما امسكه. دي حبايبي صينية تقريبا 28، هبدأ انزل فيها البسكوت بتاعي، وده اول طبقة انا عملتها كده. حبايبي اهو احنا فردنا اول طبقة من التشيز كيك بتاعنا اللي هي البسكوت في الصينية. انتظروا. طبعا حبايبي انا حطيت طبقة البسكوت بتاعتي الاولانية في الفرن خلاص، فهبدأ معاكم نعمل الطبقة التانية. اول حاجة انا عندي هنا 200 جرام من الجبنة الكريمي، 4 مربعات كده من الكيري، شايفين شكلها كده بقى عامل ازاي. هنزل عليها بكوباية من كريمة الخفق. انا كده حبايبي وصلت للقوام الكريمي اللي انا عايزاه. من المفترض في العادي اني احط نص كوباية سكر بودر على الخليط ده، لكن انا هحط كريم جونتيه شوكولاتة، فمش هحتاج للسكر، هيبقى ده بديل ده عشان اعمله كله شوكولاتة في شوكولاتة. حبايبنا بعد ما اخفقنا مع بعض اهو، ده انزل عليه بالطبقة التانية اللي هي الكريمة اللي انا عملتها اهو. حبايبي بعد ما حطينا الكريمة سويتها اهو كده، انا عملت الطبقة التانية. هاجي كده حبايبي خلاص الطبقة التالتة اللي هي عبارة عن الجناش اللي انا هقفل بيه التشيز كيك بتاعي. دي كوباية من كريمة الخفق، هرفعها على النار وهنقطع مع بعض الشوكولاتة وهنشوف هنعمل ايه. رجعت لكم حبايبي بعد ما خلصت التشيز كيك. طبعا التزيين ده حاجة بترجع لك انتي. انا هنا حطيت بعد ما عملت الجناش الشوكولاتة، حطيت كريسب شوكولاتة وحطيت صوص شوكولاتة كشكل بس. انتي تقدري كمان ترشي رشة كاكاو حلو على الوش ويبقى خلاص على كده، ومعاكي احلى تشيز كيك شوكولاتة هتاكليه. اتمنى ان التشيز بتاعي يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي مشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. مطبخ زينب.